شمعة الخير لا تنطفئ. في قديم الزمان كان هناك رجل فقير اسمه إحسان، يعيش في كوخ خشبي مهترئ، كان بالكاد يملك قوت يومه. يوما ما حصل على إرث من عم عجوز له، توفي خارج البلاد. عندها انقلبت حياته، واشترى بيتا جديدا، وتقرب منه الجميع وشاركوه بماله. كلما اشترى ثوبا أو طعاما أو أي شيء اضطر لشرائه لهم. ذات مرة مر رجل فقير فأهمله الجميع، لكن إحسان لحق وأعطاه مبلغا من المال. شكره الرجل فرد إحسان قائلا: إذا كنا لم نساعد بعضنا فمن سنساعد؟ عندها مرت الأيام وخسر إحسان كل ماله بسبب ما أنفق على أصدقائه. طلب المساعدة منهم، إلا أنهم أبوا ذلك، بل وأنكروا فضله. جلس وحيدا وجائعا في الجو الماطر، وفجأة اقترب منه رجل مغط رأسه واصطحبه إلى منزله الفخم الجميل. فنظر إحسان حزينا وقال: كان لي منزل جميل كمنزلك، لكنني بعته لأني خسرت كل مالي. عندها كشف الرجل عن وجهه، فكان هو الرجل الفقير الذي ساعده إحسان قديما، وقال له: خذ هذا 10 أضعاف مالك الذي أعطيتني إياه، لقد اشتغلت في التجارة وجمعت مالا وفيرا بفضل الله ثم بفضل مالك. إذا كنا لم نساعد بعضنا فمن سنساعد؟ الآن حان دورك لتعد كما كنت من جديد. والآن ماذا نكون قد تعلمنا من هذه القصة يا أطفالنا الأحباب؟ تعلمنا أن صاحب الخير لا ينقصه العطاء شيئا، فحتى لو أن الناس تنصلوا وأنكروا خيره فإن ثوابه باق عند الله. وتعلمنا أن نعامل الفقراء بالإحسان وأن ننفق عليهم حتى تعم المحبة بين الناس، فالخير شمعته لا تنطفئ. كما تعلمنا أن إكرام الإنسان الكريم يعود علينا بالخير الكثير، أما إن أكرمنا الإنسان اللئيم فإنه يتملق ويتنصل من ذلك، وبالتالي علينا اختيار الصديق الكريم والابتعاد عن أصدقاء السوء.